السلام عليكم، مرحبا مليونات ديالي مزيونات، كيفتوما؟ مزيانين بخير، صحة لاباس، من ربي الحبيب تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، فيديو جديد، غنعمل معاكم واحد الفطور ديالي اليوم. غنعدل الفطور ديال الجداد، عندي هنايا السحتر، عندي الابزار، عندي السكنجبير، عندي شويه د الفلفل غبره، شويه ديال القماد الجداد ما باقي لي شي، والثوم غبره والملح والزيت، عندي شويه ديال الربيع هنا مطحون بالثوم. و بسم الله غنبدا نعمل شويه د الزحتر. نعاد شفتي صاوبك لي مكتوب 11؟ لا، كتعدل هذه الفطور. غنعمل التوم، كتر فيها شويه، مش شويه ديال الابزار، غير شويه ماشي بزاف، سكينجبير ماشي مشكل نعمل بزاف، شويه فلفل نعمل، هذا تقدر يجي تجيني حاره. هادي مبقي لي شي بزاف اخويا كامله، وغادي نعمل شويه ديال هادي ديال الهند، شنو اسمهم الهند يوسي ديال الهند، هاد شنو اسمه يا ربي، والله ما نعرف، تنتفكر نقوله تشيلي، هذا الحار، تشيلي دي الحار، هاي كيجي في الجداد مزيونين. نزيد شويه من هادي، هادي موخو، موخو ما عرفتش شنو هي، زعما شنو يعني كتعني، والله ما عارفه. غادي نعمل شتيتو د الملح، بعد غنزيد نعمل الزيت. بسم الله على بركة الله، نرقد هادو، واخا ولادي ما غادي ياكلوهمشي، كنضر والله ما نعرف شنو غادي يعملو، غنعملهم ونرفقهم مع شي حاجة أخرى، ما عرفاش دابا حاليا. نعيط فكرت شنو غادي نعمل مع هاد الفطيطات، فكرت لأن ولادي هادشي اللي كياكلو بطاطا مع هادشي كامل، كياكلو من غير الخضرة غير بطاطا، قلت نعدلالو مع بطاطا ماشي مشكل، نعمل شوية د الملح، متجيني شي مالحة. انا مفتي وتد لي بزار لان عندي فيهم كل شيء جداد، نزيد شويه سكنجبير، صافي واحد البصله طحنتها باش ما يعرفوش شنو عملت فيها، باش ما يقولوش عملت لهم بصل طحنت. نشبر نعمل شويه الزيت، وخلط انا اللي قامه كامله عندك داك الجداد، انا زدت شويه السمن هنايا فيهم، بسم الله على بركه الله، ثقيله هادي
البصيره اللي بقات لي هنايا عملت لها الماء ونعملها هنايا، لان كننزلو من الحريره كنرجعها كما كننزلها كنرجعها، ما كيبغيوش يشربوها لي. المهم تكون في الطابله. ايوا ونعدلو هاد الموكله هادي على الله تعجبهم يا ربي. ايوا صافي غنعملها في الفران وصافي. الجداد ديالنا كيفاش جاو؟ جاو مع السليم مع الكيم مع خروج متاخر، خليته كيطيب جبرتو نادي. دابا غنطفيلو غنخرجو فرا وخليه حتى تكون عليه المغرب، وداك الساعة نعملو يسخن. باقي نعمل شي حاجة أخرى. أنا رجعت نعدل معكم هذه البقلاوة لأن بقى لي اللوز، بقات لي هاد ورقة الفيلو، بقات لي الزبدة، كلشي بقى لي من ديال السفوف وداكشي، قلت نحيدهم منخليهمش يفسدو. بسم الله نعدل هاد الوريقة، نعدل واحدة وندهن بالزبدة. نزيد أخرى. دابا غادي نعمل هاد الحشوة ديال اللوز. بسم الله غنزيد ياخر القمية حشوة ونعمل الزبدة وأنا ماشة تسالي مكملة. نعاود هيدا باش نقطع على هادو نعوضو. صافي انا قطعتها، يعني انا عملت عيل اللي عندي، ما شريت حتى حاجه، غير اللي عندي بقى لي باش ما يخسر لي شي عملته. دابا غادي نعملها في الفران، غنقص لها الفران ومن بعد غنعمل السيرو ديالها. السيرو غنحتاج كاس د الماء، سكر والليمون، هذه اللي عندي ما عنديش الليمون، غنعصرها شويه. وصافي غنخليها تطيب. خليه توجد معايا السيرو نتوما معايا. ها هي من بعد ما طابت دابا غادي نخوي السيرو. بسم الله هي بقى سخونه والسيرو شويش بارد. صافي خليها حتى من بعد.
من بعد ما طابت معنا وسقيناها كامله. هي واخا ما جاتش غليظه ماشي مشكل، يعني داكشي اللي عندنا في الدرع منه. ايوا والسلام. ايوا هذه هي البقلاوه ديالي اليوم، هي كتجي حسن ولكن ماشي مشكل، هي اللي قديت باللي عندي. وهذا هو الفيديو، وشكرا، ولا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وبارطاجيو، ويلا مع السلامه. الفيديو المجي ان شاء الله، فيما كنجي نهضر معاكم ما كنعرف ما نقول الصراحه، شي واحد كيكون بغرتي كيضحكني اولا كينسيني شنو غادي نقول. والمهم تنكون شي نهار بوحديتي ونعمل الفيديو بوحدي ونعرف شنو نقول. يلا بالسلامه عليكم.